السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي في مطبخ جيجي. هنعمل المره دي سلطه الطحينه، مكونه من خل، بقدونس تزيين، طحينه، فص ثوم وفرمه معايا، ملح وفلفل، فلفل اخضر حامي وكمون وميه سكر. حط كده معلقه خل واحده، وحط ثوم، حبة صغيرة، وتقلبي لحد ما يبقى تماسك معاكي ويبقى ولا تقيل ولا خفيف. كل ما احس ان هي محتاجه ميه بحط لها ايه، حبه ميه. محتاجة حبة خل صغننين، دي معلقة كمان. متماسكة ايه. وهيبقى بالشكل الجميل ده وبألف هنا وشفا.